أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم موجودين في هذا البلد لأنه في عنا مشكلة خطيرة جداً، إنه ولا مواطن بيستخدم الغمازات. يا ترى شو السبب اللي بيخلي المواطن ما يستخدم الغمازات ولا في أي مكان؟ ولا هيك إحنا معانا الخبير الأوروبي اللي راح يشرح لنا شو السبب. Hello, tell me please, what is the problem? Hello, Mr. I think في الحقيقة يبدو أن هذا الأمر يعني لديكم مشكلة. أنتم هنا، الشعب هنا يتحسس من الغماز. يبدو أن هناك مشاكل عائلية بينكم وبين الغماز. لا أعلم، أنا لم أرى مثل هذا في حياتي أبدا ولن أرى أبدا. واحد ضرب غماز. شو بتحكي؟ واحد ضرب غماز. ضرب غماز؟ وين ضرب غماز؟ هاي هناك. اخيرا اعزائي المشاهدين حصلت معجزه كبيره. في عندنا مواطن التزم بكل التعليمات الجميله جدا. احنا بنشكرك كثير وبحب نحكي لك ان احنا فخورين فيك. الله يسعدك والله. يعني الحمد لله الواحد يعني تعب لما انه بس شوفي مش فاهم شوفي شو يعني زي ما انتم شايفين البلد لسه بخير الحمد لله، والاخ كثير متواضع الحمد لله. احنا بنشكرك كثير، تستحق الدرع الذهبي. الدرع الذهبي يا درع ذهبي. الحمد لله الحمد لله. شكرا كثير لك، شكرا لالتزامك. الحمد لله الحمد لله. احكي لنا شو اللي صار معك. شو صار في ايش اللي صار معك كونك حطيت الغماز؟ يعني انا حطيت غماز. طبعا 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 انت حطيت غماز. شايف مثل ما انت شايف انت حط غماز. وشرف امي ما بدري، وشرف امي ما قصدي. احكي لنا القصه. يحرم علي ذي بدري، يحرم علي ذي بدري. انا انت عارف شو اللي صار. انا بكيت واقف، لا انا بكيت واقف على شو اسمه، واجاني رساله على الواتساب، وقع التلفون، طملت اطوله هيك، رفعت راسي، شكله راسي خبط في الغماز وضرب غماز. اما انا مني علي يحرم علي. انا حتى حكيت للميكانيكي والكهربجي، قلت لهم كيموا لي ايدي الغماز، تلزمنيش انا، اعطوها لحد يستفيد منها. وكمان انا يعني أنا خلاص خلاص كثير. احنا بنشكرك على التواضع اللي انت فيه. الله ومبروك. انا ما بضرب غماز انا ولا مره. مبروك ولا مره يا زلمه. بضرب غماز انا بضرب غماز يا زلمه. خذ هديتك على البيت. مبروك مبروك على على الانجاز العظيم اللي انت عملته. أعزائي المشاهدين، يبدو أنه التقدم ما زال بحاجة للوقت. أرجوك مستر مارك أستر علينا، دونت تل حدا على اللي صار. أوكي أوكي, أوكي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين.